لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزارة الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني وممثل عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والنقل وجهاز المخابرات العامة ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري واسمها لجنة إدارة التراث العالمي. هتعمل إيه غير الحفاظ على التراث والهوية المصرية ما عدا العاق العقار رقم 88 وتوتا توتا خلصت الحدوتة. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ العقار رقم 88 او 84 او وكالة العنبريين، وبلاش ندخل في تفاصيل اسم او تاريخ او رقم. المهم انصلية الاثار المصرية تتقمص روح عبد العاطي وتقتل اي اثر جوانا وترفع شعار كان عندك اثر وراح، ومش ذنب الوزارة ان الوكالة ما جابتش مجموع يدخلها اثار وشغال عقار بعد الظهر. وحسب كلام القنصل العام لمشروع القاهرة التاريخية والمتحدث الرسمي فهمي نظمي للوزارة سنة 2013، إلى عيب في النظام والقانون وحش ولازم يتغير. مشكلتنا في القانون ولازم يتعدل، لأن حتى القانون اللي هو غير معني بالأثار اللي هو بالمباني التاريخية ذات الطراز المعماري المميز ما بيمنعش هدمها بصورة كاملة، وفي نفس الوقت إدراج بعض المباني أو أي مبنى في قائمة العقارات المحظور هدمها بيكلف الجهات ديت مبالغ طائلة، لأن أنا بمنع المالك من التصرف في ملكيته فبضطر أن أنا أعوض. فهم يعني يمكن بيبقى فيه حذر شوية وهم بيسجلوا بعض العقارات. سنة 2015 طلع عند القنصل مخ مطور أثار وبيئة محيطة وناس وليلة كبيرة أوي سعادتك. في العهود السابقة ما كانش فيه اهتمام بالبشر المحيطين بالمباني الأثرية، كان الاهتمام فقط منصب على المباني الأثرية دون النظر لما يحيط بها. الوقت وبعد الثورة انتهجنا فكر جديد هو إزاي أحافظ على المدينة التاريخية في ضوء تحديات التنمية المستدامة. يعني إيه تنمية مستدامة؟ بمختصر وبحاجة بسيطة كده يقدر يفهمها المشاهدين، هي الاهتمام بالإنسان والاهتمام بالمكان والاهتمام بالإدارة. دي التنمية المستدامة. ازاي احسس الناس المحيطين او اللي عايشين حوالين المباني الاثريه دي ان الاثر ده هيعود عليهم بالفايده في معيشتهم. سنه 2019 العيب في الوكاله لانها ما كملتش تعليمها عشان تبقى اثر قد الدنيا وتعلق شهاده ومخطط كامل ووصف مفصل من الداخل والخارج لمعالمها الاصليه ممضيه من اثنين مماليك او عثمانيين او السلطان ألاوون ذات نفسه. تاريخ المكان قديما وليس حديثا، هو عباره عن انقاض ومكان خارب منذ عام 2004 كان بتوجيهات من الوزير السابق فاروق حسني، حاول ان هو يسجل المكان، ولكن اللجنه الدائمه للاثار الاسلاميه والقبطيه وهي المعنيه بتسجيل الاثار من عدمه رفضت التسجيل سنه 2004. تكرر الامر في سنه 2015، تم عرض الامر عليها مره اخرى وتمسكت بقرارها السابق. ليه بقى؟ لان المكان لا يحمل اي قيمه اثريه حاليا، وعشان كده العقار سائط قيد اثار وباطل وما هوش احسن من راس رمسيس ابو كانات ومسامير، ومسجل خطر وفي سم قاتل وكان هيموت المواطن القاطن بدير النحاسين سابقا او شارع المعز حاليا. عزيز المواطن المصري وركز معايا على الشروط الثلاثة لقانون حماية الاثار، ان يمر على العقار 100 عام والوكالة يدوب 900 سنة بس تعمل بالميت 70 على عداد قنصلية الاثار، ان يكون نتاجا للحضارة المصرية بجميع حقبها والوكالة بدأت في حقبة الفاطميين ويدوب خطت عتبة حقبة البلحة وما كملتهاش، انه يكون ذا قيمة فنية واثرية عالية. وطبعا الوكالة زي ما قلنا قبل كده مجموعها ما جابش اثار مصرية ولا اثار الحكيم. وبعد ما عرفنا الشروط نعرف حدوتة العقار اللي اتهد بحكم محكمة في 2019 بعد خدمة 1000 سنة حضارة. حدوتة بدأت سنة 517 هجرية في سالف عصر ما قبل مراوح وتكييفات وزارة الأثار، في عهد الفاطميين بعد ما شطبوا قاهرة المعز على المفتاح بأسوارها وبوابتها وقصورها ومساجدها. كان ناقص إيه يا ترى غير حبس المعونة للإصلاح والتهذيب، حاجة زي السجن أو المعتقل الحدانة يعني. والعهد على المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار، والمعروف اختصارا بخطط المقريزي. بعدها حول السلطان ألاوون لوكالة لصانعي العطور أو العنبريين سنة 680 هجرية. صناعة أوكار العنبر في مصر وقتها كان له شنة ورنة، وحسب المقريزي نفسه في الخطط المقريزية بيقول: وكان للعنبر إذ ذاك بديار مصر نفاق وللناس فيه رغبة زائدة، لا يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن سفلت إلا ولها قلادة من عنبر، وكان يتخذ منه المخاد
الأسد والكلل والسطور وغيرها. وتجار العنبر يعدون من بياض الناس ولهم أموال جزيلة وفيه رؤساء وأجلاء. حدوتة عقار شاف كل حاجة الصراحة، اتفشخ تاريخ وحكام وورثة وحرايق وقرارات هدم ونزاعات قضائية وتقارير صلاحية ولجان وخبرة معينة، ووزارة آثار رفض الاعتراف به، والنيابة إدارية أقرت صلاحية التسجيل، وحملات فيسبوك. بصراحة من الآخر أرقد في سلام يا عقار رقم 88، ارتحت مننا. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره. حدوتة القاهرة التراثية أم 600 أثر، والمسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية، والباقي ساقط قيد آثار. وقرار الهدم لإصلاح وتهذيب القاهرة التاريخية ملهاش دعوة بالإحصائية الحكومية وحصر عدد العقارات التراثية في مصر في 6500 مبنى ما بين ذوي طرازات معمارية فريدة أو تابعة لحقبة تاريخية معينة أو كانت مسكنا خاصا لإحدى الشخصيات التاريخية. في القاهرة أكثر من 3000 عقار، واسكندرية 1135 عقار، وبورسعيد 750 عقار. حدوتة الوزارة مش شغلة دماغها بيها ومركزة مع أزمة مستأجري وكالة العنبريين، والحمد لله الكل اتراضى وامضي أشول. وقائمة الأثار الجانبية طويلة، ومنها فندق جراند كونتيننتال وسط البلد بالقاهرة و110 سنة تراث انتهى سنة 2018، فيلا أمبرون محرم بيك بإسكندرية و97 سنة تراث انتهى سنة 2018، القنصلية الأمريكية سابقا شارع فلسطين في بورسعيد و151 سنة تراث انتهى سنة 2018، عمارة رقودة الشطبي بالإسكندرية و70 سنة تراث انتهى سنة 2019. وبالنسبة للمادة 47 من الدستور، وان الدولة ملتزمة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، واختها المادة 50، وان تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، والرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته، ثروة قومية وانسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء على اي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. الى لحظة، مش ده دستور النوايا الحسنة؟ بلاها آثار، بلاها تراث، وامضي يا شول، ونشوفكم على خير إن شاء الله.